الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا هذا الحديث العظيم دليل على أعظم قواعد الشرع، وهي القاعدة التي تقول الأمور بمقاصدها، والأولى عندي أن يعبر عنها بتعبير الشارع في قوله الأعمال بنياتها. وشرحها أن الأعمال وإن اتفقت صورها في الظاهر إلا أنها تختلف صحة وبطلانا وكمالا ونقصانا على حسب ما يقوم في قلب صاحبها من البواعث والعزائم والإرادات. فربما يصلي رجلان فريضة واحدة في موضع واحد، فهذا ترفع صلاته ولها شعاع يغطي شعاع الشمس ولا تستقر إلا تحت العرش، بينما من بجواره تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها في وجهه، مع أن صورة العملين واحدة، إلا أن الأعمال في الظاهر ترد إلى مقاصدها في الباطن، إذ الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. وقد أجمع علماء الإسلام على تعظيم شأن هذه القاعدة حتى جعلوها من جملة القواعد الخمس الكبرى والتي تدخل في أبواب الدين كله، التي تدخل في أبواب الدين كله.